تحية صباحية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية، تتواصل أفراح الجزائريين على غرار الدول الإسلامية لليوم الثالث على التوالي من عيد الأضحى المبارك بترسيخ قيم التسامح والتغافر وصلة الأرحام. هذا واستجابة كبيرة من قبل التجار لنظام المداومة في أيام العيد قاربت نسبة 100% على المستوى الوطني، عكست وعي التجار والتزامهم بتلبية احتياجات المواطنين. دوامة هذه صابوني ساتيسفي، أنا جينا صباح قهوة مفتوحة، سوبرات مفتوحة، البولونجي صابا، الحيوانات محلولين، وبالنسبة للمخبزة محلولة، والحمد لله وإن شاء الله عقب العام الجاي إن شاء الله. كاين تجار فاتحين حوانت تاعهم، قهاوي كذا منا، قايمين بالواجب تاعهم، الله يحفظهم إن شاء الله. كاين الحليب، كاين الخبز، كاين كذا، الحمد لله مقايمين بالواجب تاعهم. مشيت لقيت الفرماسية محلول، يعني بلادنا هاي ولات مطورة في نهار العيد، وشريت الدواء والحمد لله. الخبز يسمى كافي حتى العشيه، من الصباح حتى العشيه، مام يمس العيد ثاني خدمنا نهار كامل. ورانا فاتحين لنا في شامونا، مرحبا بكم في كل وقت، رانا فاتحين ديسبونيبل سبيسيال ليك ليو. شغل في البيريود هذه ما كانش تما وين يشريو بزاف، غالقين لا بليبار، مرحبا بكم في كل وقت. في مناسبات العيد او في مناسبات اخرى. انا مداومين وكل تسمى واش كاين باغ اكزومبل في الامراض المزمنه ولا الامراض العاديه ولا لا غريب ولا الحوامل اللي يزيدوا، حنا توفر الدواء ان شاء الله وانا في خدمه الزبائن. وبولاية ورقلة استجابة واسعة أيضا لنظام المداومة في مختلف النشاطات التجارية، وهو ما استحسنه المواطنون. بالنسبة للمحلات، هنا نثمن المبادرة هذه أن المحلات تكون مفتوحة يوم العيد ما شاء الله، يعني ست العام هذا، يعني المخابز المحلات يعني التجارية الحق ما شاء الله في مدينة ورقلة، يعني العام هذا خاصة ملتزمين بالنظام المداومة للعملية اللي سهر عليها مديرية التجارة، المديرية اللي قام بها التخطيط هذا. الحمد لله ملتزمين اليوم بالنظام المداومة. ولأن العيد سانحة لتمتين روابط التآخي وصلة الأرحام، سطرت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر برنامجا استثنائيا يضمن تنقل المواطنين بكل أريحية. توفر الترانسبورت في العيد لا بأس، أنا جيت دوك في القطار من غاية لهنا لشمانة، كاين لاريستيا، كاين الحمد لله كلش متوفر. لقينا ترونسبور، لقينا باش نمشيو، بارك الله في الريستيا تاعنا، الحمد لله يا ربي. كاين ترونسبور، كاين طروليات، كاين تاكسيات، كاين كلش. مؤسسة النقل الحضري شبه حضري إيتوزا وفرت جندت جميع الحافلات زائد العمال منهم مراقبين، رؤساء محطات، رؤساء التوزيع، أعوان تجاريين، سائقين، وعندنا كامل الخطوط، كامل الحافلات، ورانا مجندين بمناسبة عيد الأضحى نضمن المواطنين والزبائن الكرام أو كاين النقل يروحوا يغافروا. ولتوطيد الروابط بين أفراد جاليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية، يتجسد في كل مناسبة الالتقاء لاستحضار أجواء العيد بالوطن الأم. كمال سويك حضر جانبا من إحياء عدد من أفراد الجالية المقيمة بفيلادلفيا لهذه الشعيرة الدينية، فلنتابع. في ثاني يوم من أيام عيد الأضحى تجتمع الجالية الجزائرية هنا بأحد أكبر مزارع مدينة فيلادلفيا. المزرعة تم تخصيصها كما تشاهدون لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية الذين لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الأضحى في يومه الأول. يوسف ابن مدينة بسكرة لم يتردد للسير مدة ساعتين لقضاء عيد الأضحى مع الأصدقاء والأقارب، بعدما حجز خروفه عبر الأنترنت يأتي ليدفع قرابة 350 دولارا أمريكي ليتمكن من الاحتفال بالعيد الأضحى. احنا يا أصلنا في الجزائر من بسكرة، هنا ساكنين في فيلادلفيا،
خيرنا الفيرما هذه عندنا بليسكو ديزون في رانا هنايا، يخلونا نريزيرفيو ولا نريزيرفيو الخرفان تاعنا على افونس، وكي نجو الحمد لله عندنا كاين الوساعه، كاين الماتيريال، كاين نغسلو نسلخو الحمد لله يعني مساعدين. وين وصلتوا هاي؟ بعد النحر تأتي مرحلة السلخ التي تتطلب خبرة ومساعدة. يوسف وأصدقائه بإمكانهم الاستعانة بخبرة العم عيسى. نجوا لهنا المزرعة هذه حوالي ساعتين سياقة باش نلتقوا بالجالية الجزائرية اللي متواظبة على القدوم إلى هذه المزرعة حوالي 12 سنة أو أكثر أو ما يزيد على 12 سنة باش نديروا الأضحية تاعنا. في بلد العم صام وادب عيسى على تلقين أبنائه وأحفاده عادات وتقاليد ديننا الحنيف. هنا كان جو عائلي وكانوا تذبحوا وتحس كما البلاد، وفها يعني دراري يتعلموا الدين تاعهم، يتعلموا الأعياد تاعهم، و it's really nice. كان a lot of activities for the kids. العديد من الأنشطة تم برمجتها حتى يتمكن الكبار من إتمام أشغالهم ويتسلى الصغار في جو مفعم بالأخوة والتضامن. I like celebrating Eid because we get to spend time with our families and friends. نحب celebrate Eid وباهي هنا. صحيكم from Philadelphia. إلى البقاع المقدسة حيث يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج اليوم في مشعر منن في ثاني أيام التشريق الموافق للثاني عشر من ذي الحجة، والذي يعرف بيوم النفر الأول لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منن بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج شريطة أن يكون الخروج من مشعر منن قبل غروب الشمس. أما المتعجل يكمل غدا ثالث أيام التشريق وهو يوم النفر الثاني، يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منن، فمن تعجل ونفر في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أيضا لا يكون عليه أي إثم. وفي أجواء تنظيمية سادتها السيولة والإنسيابية، أدى الحجاج الجزائريون نسك رمي الجمرات عبر أفواج نظمتها البعثة الجزائرية للحج قصد تسهيل استكمال النسك وتجنب الزحام، ودعواتهم كانت تمنيات بالخير والسداد للوطن والأمة الإسلامية. السلام عليكم، كيف حالكم؟ رانا هنا في مينن الجمعه، الحمد لله رانا معكم تاع الجزائر، الله يبارك. انا جيت من الجزائر، ربي يحفظ البلاد تاعنا. رانا في حالات جيده من كل شيء، ورانا في مينن وجوزنا هذو يومين تاع العيد والثاني عيد، وغدوه ان شاء الله نروحوا نرجموا ونتعجلوا ان شاء الله لمكه. من مشائر منع نزف إليكم عيد مبروك وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله. لأول مرة من مشائر منع لاحظنا سيولة تامة وسهلة، خاصة في رمي جمرات اليوم الأول من أيام التشريق. ف
فنحمد الله عز وجل على هذا اليوم الأول من أيام التشريق الذي ظهرت فيه نجاح الخطة، خطة المشاعر والمناسك التي أقرها معالي وزير شؤون الدينية والأوقاف في تسيير مشاعر في عرفة وفي مزدلفة. ثم نحن في أول أيام من أيام التشريق هذا الذي نجحت فيه الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى والإرشاد بالبعثة الجزائرية لكبار السن والشيوخ وللعجزة وللنساء بأن يبيتوا في مكة. في فلسطين المحتلة غابت مظاهر الفرح وعمت أجواء الحزن والأسى في أيام العيد في ظل ظروف إنسانية مأساوية يكابدها النازحون بقطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المتواصل. مراسلنا وسام أبو زيد يضعنا في صورة الأجواء بمواصي رفح. نحن اليوم نتواجد في منطقة مواصي رفح هنا أقصى جنوبي القطاع لنرصد معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام وكيف يقضون أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء حزينة، شو كيف يعني بدك تعيش أنت؟ أنت عايش في برص في رمل على الشط مرمي هيك ترمي، لا أجى على بالك عيد ولا رحت على أختك ولا رحت على أمك ولا رحت، كل واحد مضطرد في منطقة، متشرد في منطقة. هو إحنا في عيد إحنا بنطبق شعائر الله سبحانه وتعالى ونحتفل بالعيد رغم كل الألم والجراح اللي احنا فيه، احنا برضو نحتفل بالعيد، هذا عيد الله اكبر، نحترم شعائرنا الدينيه والعقائديه رغم يعني الصعوبات اللي احنا بنواجهها. هذا هو الوضع هنا في منطقه المواصي، مئات الخيام التي تنتشر في كل مكان كما تنتشر في كل المناطق الفلسطينيه وسط قطاع غزه، دير البلح والنصيرات والبريج وخان يونس، وهنا منطقه مواصي رفح جنوبي القطاع. نتكلم عن منطقة كبيرة تعج بنحو 2 مليون نازح فلسطيني وكلهم يعيشون في الخيام ولم يشعروا بأي شيء من مظاهر العيد. سنحاول الدخول لأحد الخيام في هذه المنطقة، هذه الخيمة التي لا ترقى للمستوى يعني المعيشي أو أنها يمكن أن تكون مأوى لنازحين فلسطينيين. هذه خيمة من أحد الخيام للعائلات الفلسطينية المتواجدة في منطقة مواصي رفح هنا، يعني يفتقدون لأدنى مقومات الحياة ولا يوجد أي مظاهر للعيد لهذه العائلة الفلسطينية. مر علينا عيد الأضحى، هدول يعني الأعياد اللي وردت عنا في القرآن، أحلى عيدين إحنا هدول بنستناهن، لا حسينا بأعياد لا حسينا بفرحة أطفالنا. تطلع صور الأطفال، بس وريهم منظر الأطفال في العيد، إحنا ولا كأنه عنا عيد. بس أنتوا شايفين كيف الوضع اللي إحنا فيه، خيم والجو كتير حار وأغلب الأوقات كل الطهي بيتم على النار من الصبح لا بالليل. طبعا ما حسينا بمظاهر العيد، هي الأطفال زي ما أنتوا شايفين ولا كأنه في عيد، بهجة العيد مختفية كتير هان. فلا شك أن هؤلاء الأطفال غابت عنهم فرحة العيد، لكن أيضا غاب عنا جميعا 17,000 طفل فلسطيني استشهدوا منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في تطورات الوضع الميداني بغزة، دائما ارتكب الاحتلال مجزرة فجر اليوم بمخيمي نصيرات والبريج، راح ضحيتها 17 شهيدا في وقت وصل فيه هجماته الوحشية على منازل مدنيين بمناطق مختلفة وبخاصة في رفح جنوب القطاع. تقرير فوزي عابد. مجزرة وحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم وسط القطاع، حيث ارتقى ما لا يقل عن 17 شهيدا في قصف همجي على منزلين في النصيرات وآخر بمخيم البريج. وكانت مصادر طبية في غزة قد أحصت استشهاد 18 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء إلى غاية مساء أمس، بينهم شهداء كثر في رفح التي استشهد بها 9 من عناصر تأمين البضائع التجارية شرقي المدينة عن طريق قصف صهيوني، رغم الاتفاق بين الضحايا وقوات الاحتلال على وقوفهم بمركز استلام البضائع، إلا أنهم فوجئوا باستهدافهم دون سابق إنذار. وفي رفح دائما ارتقى شهيد وأصيب مواطن آخر بحي تل السلطان الذي شهد سقوط عدة جنود صهاينة خلال الأيام الماضية، كما استشهد آخر في قصف على منطقة خربة العدس وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.
وفيما يتواصل هجوم وحشي على منازل داخل أحياء البرازيل والسعودي ومخيم الشابورة بذات المحافظة، اعترف الاحتلال بإصابة 16 جنديا من جنوده في عمليات عدة بالقطاع. عودة إلى أخبار الوطن. وفي أحوال الطقس، تتوقع نشرية خاصة لديوان الوطن الأرصاد الجوية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة اليوم، حيث ستشهد بعض ولايات وسط وشرق البلاد موجة حر قد تصل إلى 45 درجة. النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 42 درجة و45، وذلك بولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة والطرف. عودة إلى أجواء العيد، فمع ارتفاع درجات الحرارة تقبل الكثير من العائلات الجزائرية على الشواطئ كوجهة مفضلة للراحة والاستمتاع بنسمات البحر العينة. من شواطئ جيجل مع عبد الرحيم شمعوني. مع ارتفاع درجات الحرارة تعد الشواطئ بولاية جيجل من الوجهات المفضلة للعائلات الباحثة عن الراحة والترفيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك. نتمنى الجزائريين عيد سعيد وكل عام أنتم بخير. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. وبعد ما درسنا وجاهدنا وحققنا نتائج ممتازة، الآن رانا نعود هذاك التعب في السباحة في البحر ورانا استمتع. جو بيان، جينا مسكيك ده حنايا، جينا البحر مع الأولاد ونجيبوا الوقت المهم، قصروا ضحكوا. وللشباب نصيب أكبر في هذه الشواطئ الجميلة من خلال الاستمتاع بالسباحة وتنظيم جلسات جماعية بعد نحر الأضحية وزيارة الأهل والأقارب. احنا كل عام نجيو لهنا البحر بعد ما نضحي ونزوروا الأهل، وكان اللي يروح يزور مكابر، ومن نجيو لهنا نروبوزي شويه فلاكري، كنا نريحوا مع الحباب، نديروا شويه مع لا فامي مع العشيه هكذا، نخرجوهم يروبوزي شويه. كاين اللي راح للمكابر، كاين اللي راح صيلة الرحم، وكي نخلصوا هذا الشيء حنا نجيو لنا لا بلاج لا كريك، نتلاقاو الحباب، نديروا شويه ونحيوا التعب تاع الخدمه، ما مراحه نفسيه. نعدوا صلاه العيد، من صلاه العيد نروحوا نغافروا لكل خاوتنا، الخاوتنا العائلة كامل، ومن بعد نروحوا كل واحد يعدي البحر، يعدي البحر العادة عندنا هكذا. عيد الأضحى المبارك مناسبة يعيشها الجزائريون بكل تفاصيلها الجميلة، ليرسموا بذلك أرقى صور التضامن والتكافل والبهجة والسرور. بالأجواء الصيفية نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام النشرة. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. يتجدد لقاؤنا في مجازية التاسعة. سلام الله.